هل العلماء يتكلمون مع أهل البدع؟ الجواب نعم، بالعلم والنصيحة والبيان. هل يقال هذا تمييل الدعوة؟ لا، هذه دعوة السلف أنهم يخاطبون الجميع. هل من مانع من عالم على السنة أن يجالس واحدا من أهل البدع لينصحه؟ لا مانع، ولكن يحاول أن يتستر ولا ينشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب حتى لا يغرر بالمبتدئة من طلاب العلم. قل خاش الشيخ الفلاني جالس معناته هذا ما عنده مشكلة هذا أهل. لا يا أخي، هو بالسر يجالس، ولكن بعد انتشار الفيسبوك واليوتيوب صار الواحد إذا أكل سندويشة يصل معك خبر يا شيخ أكلت سندويشة أنت في اليوم الفلاني، إيش عرفك فلان صورك ونزل على الفيسبوك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أصبحت يعني شيء يخشى الإنسان يعني مع زوجته تنتشر أخباره مع زوجته كمان من كثر من وين تيجي الأخ والله ما هنعرفيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا هكذا هو حال السلف.